اللهم السلام عليك. السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. تقبل الله. خاطرة، اليوم سأتكلم بشكل مختلف، تعرفون لماذا؟ لأن من سأتحدث عنه لا يليق به إلا مفردات التحدي والوفاء. رحل وقد كان حلمه فارس زيد رصيدك، وأنا أقول له: رحلت وأنت الفارس، توجت نفسك بأحبابك، بوفائك، بصبرك، بتحديك، اتهمت بالمثالية وما دروا أنك تربيت عليها، أثقلت على من قبلك ومن بعدك، فأصبح كل مشروع خططوا له مجرد جهد بسيط مستصغر. نفتقدك، أو نفتقد تلك الضحكات، ونفتقد خفة الظل، ونفتقد الإصرار على كل شيء. أما أنا سأفتقد على القليل كلمات أمك لي: تركي الشهراني، أتعبت من بعدك. الله عليك، الله يذكره بالخير.